بهدف الوقوف على سير العمل للجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري ومعرفة الصعوبات التي تواجههم في أثناء القيام بمهامهم. فقد قام حاكم الولاية ومن ناحية أخرى الرئيس الإقليمي للجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري إبراهيم ابن عمر محمد صالح والوفد المرافق له إلى محافظة دوجي. والبداية كانت بلوكاسي وبيسا وتابول وبينمر بمحافظة دوجي، وبعد ذلك اتجه إلى محافظة جيني بدءا ببو وبيمانغرا وكريمكرين، حيث اتجه الرئيس الإقليمي للكونريك إلى مراكز التسجيل في القائمة الانتقابية ليتفقد أحوال العمال باللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري، حيث استمع إليهم الصعوبات التي تواجههم في الميدان. وبدوره حاكم الولاية شكر العمال وشجعهم بالرغم من الصعوبات التي تواجههم في الميدان. الشيء ده مهم زيادة، عشان كده هنا جينا في الميدان عشان يوقعهم، عشان يجوا يسجلوا، ولا عشان القاعدين في الميدان كمان أننا نأنكراجيهم. علما بأن أي مواطن شادي يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق يحق له التسجيل البيومتري استعدادا للانتقابات المقبلة واستجابة لهذه الحقوق والواجبات.